قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين في بغداد وعدة محافظات أخرى برصاص القوات الحكومية. خرج المتظاهرون الغاضبون ضد العملية السياسية وقواها من الأحزاب الطائفية والميليشيات، كما نددوا باستخدام القوات الحكومية أسلوب العنف والبطش مع المعتصمين من حملة الشهادات العليا الذين تعرضوا لهجوم القوات الحكومية قبل عدة أيام. بطبيعة الحال انطلقت التظاهرات في بغداد من ساحة التحرير باتجاه المنطقة الخضراء عبر جسر الجمهورية، قبل أن تهاجمهم القوات الحكومية بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع. وفي محافظتي واسط وميسان وغيرهما خرجت التظاهرات للمطالبة بحل مجالس المحافظات وتحسين الواقع الخدمي وإبعاد الفاسدين عن المناصب الحكومية، في حين منعت القوات الأمنية تجمع عدد من المتظاهرين وسط مدينة البصرة. اللافت أن تظاهرات الثلاثاء شهدت ترديد الهتافات التي ارتبطت في الأذهان بثورات الربيع العربي، إذ نادى المحتجون بسقوط النظام في إشارة قوية الدلالة على فشل العملية السياسية في العراق. تلك العملية التي أسسها الاحتلال الأمريكي وسيطر عليها الفاسدون والطائفيون، إذ طالب المتظاهرون بإلغاء دستور الاحتلال ووضع دستور جديد بعيد عن الطائفية والعرقية وأن يكون دستوراً لكل العراقيين. وبحسب مراقبين فإن نجاح التظاهرات سيظل مرهوناً ببقائها بعيداً عن التجاذبات السياسية ومحاولات توظيفها لتحقيق مصالح حزبية ضيقة واستخدام الضغط الشعبي في سياق المكايدة السياسية بين الأحزاب، بينما يبقى على المتظاهرين أن ينأوا بأنفسهم عن كل هؤلاء وأن يبقوا فقط بين صفوف الشعب العراقي.